في الاول، في اول جزء في الحلقه، كان دكتور وسام مسعود اتخرج من كليه الطب. النهارده في الفقره دي احنا بنحقق له الموهبه او الشغلانه الثانيه اللي هو ساب كل حاجه علشان خاطر يشتغلها ويبقى شيف، بيمارس هوايته وشيف كبير. مش هقول دكتور بقى، شيف. شيف وسام، ازيك شيف وسام؟ اهلا وسهلا، اخبارك؟ الحمد لله. انا عايز اقول حاجه يا شيف، انت مش قادرة. انا لما كان منطق كنت زي والله لا دي هي اقتنعت، يعني هي اقتنعت بالموضوع من سنتين بالظبط، من اول ما طلعت في السفرة. هي ساعتها اقتنعت، يعني ساعتها كنت بقول لها، يعني قبل كده كنت بقول لها طب الملوخيه نحط لها مش عارف ايه، لا 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 انت بس دلوقتي والله فكره حلوه يا حسام، والله حسيتك انك سليبرتي. حاسس ان ممكن يجي بالاول عشان ما نضيعش وقت. احنا هنعمل ايه وبعدين واحنا بنطبخ تحكي لي انت دخلت ازاي سي بي سي سفره؟ احنا هنعمل طبق، هو طبق بسيط يعني، هو في مكونات كتيره بس هو فعلا طبق بسيط. الطبق از مشروم راجو او مشروم، بناخده سوتيه في شوية بصل، شوية مشروم، هناخده سوتيه برضو مع الطماطم التشيري مع البسلة. طيب ونديله سنة كريمة لباني وشوية زعتر وشوية توم. دي أقل مقادير. يعني أنت مقاديرك إيه؟ مقاديرك شوية حاجات بسيطة، هي كل الحاجات دي. وبعدين عندنا البولانتا زي ما احنا بنعمل اهو، مفيش مشكلة. اللبن بغليه في الأول عشان هنعمل البولانتا. البولانتا ده بيبقى معمول من دقيق السميد، هي مش حاجه جاهزه يعني لبن. لا لا مش انا عامل واحده جاهزه بس عشان هي بتقعد في فورمه وكده. اوكي يعني انا لو انا قريت المقادير اهي، انت عامل نص كوب مشروم وربع كوب بسله وثلاث معالق كريمه لباني وثمن كيلو طماطم شاري ومعلقه زعتر ونص ليمونه ومعلقه دبس الرمان وبصل اخضر وزيت بالظبط. في حاجات للتزيين وفي حاجات للتزيين وفي حاجات للحاجه نفسها، ملح وفلفل وجبنه بارميزان ودي سميد اللي هو ده. هنستعمل السميد في ايه؟ هعمل بولانتا. بولانتا دي بتبقى نفس القوام بتاعت البطاطس المهروسه بالظبط، زي البيوري كده، زي البيوري. انا قريت عنها كتير. فبناخد اللبن في معلقه خشب. لا هنا عندنا معالق كتير. بيرفكت. اللبن او السائل، ممكن يبقى مرقه فراخ او ايا كانت. انت هنا عامله بايه؟ ده لبن. لبن اوكي. بننزل عليه ده نفس اللي احنا بنستخدمه في البسبوسه. اوكي. بنزل عليه هنا في اللبن بيبقى من 1 لـ 5، قصدي يعني ايه من 1 لـ 5؟ يعني ده مثلا لو 100 جرام يبقى بحط نص لتر او 500 جرام من السائل. ده هيديني نفس الاحساس بالبطاطس البيوري. هيديني بالظبط. بس ايه فايدته اعلى يا دكتور؟ انا بقى في اللحظه دي بتكلم يعني هعترف على نفسي انا ما بهتمش قوي بالفايده. انا بحط كميه زبده في الاكل غير طبيعيه ساعات يعني. انت طبيعي. لكن انا الفايده بالنسبه لي الطعم، هل بيدي طعم، بيدي انطباع في البوق. مهم التيست يعني. بس انت ما بتاكلش الاكل ده يا وسام؟ اكيد لا بيعمل اكل بس كان عايز يقول حاجه. بس انا كميه الاكل اللي باكلها قليله. وسام عايز يقول ان احنا عايزين ندخل السميد غير البسبوسه، يعني احنا ندخل سميد في اكلنا غير بس عشان خاطر نعمل بسبوسه صح؟ ده من ضمن الحاجات. نبعد عن الحلويات شويه يعني. نبعد هو عمال يتقل يعني، هو انا عمال اقلب فيه وهو عمال يتقل. بالظبط كده. هو بالظبط هنقعد نقلب فيه مثلا 5 6 دقائق هيشرب الدقيق نفسه. طب سيبها كده جنبك هنا وانا اهر كده ورايا عشان نقدمها على الطاسه. هيشرب الميه وهيبقى عامل زي العجينه بالظبط. بالظبط. بعد كده انا دي باخدها بفردها في اي صينيه تمام. دي عجينه دي هي طبعا. نفس هي هي دي اللي احنا عملناها. دي عم واحده انا عملتها بس في الثلاجه شويه. في الثلاجه هي بتمسك نفسها. يعني انا بعد ما ده اعمله ام حطاه وحطاه في كده بتتباع ساعات جاهزه. يعني هي بتتباع كده جاهزه في السوبر؟ لا هي ما بتتباعش جاهزه. بس يعني هي ما تستاهلش ان هي تتعمل جاهزه يعني. هي بتتعمل في البيت بالظبط. ما تستاهلش ان هي تعملها جاهزه. انت فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انا دلوقتي هاخد هنعمل بقى سوتيه المشروم. طب اقطع بقى المشروم قبل ما انا عايزه اقول حاجه. في رساله جات لنا على الفيسبوك وفريق اعداد مصمم ان انا اقولها. صابرين انت بعتت لي رساله. صابرين نوبي بعتت لي رساله بتقول يا مفيده من فضلك يا مفيده قولي لاحمد الحجر، واحمد الحجر ده من واضح ان هو جوزها او صح مش كده، ان هي بتموت فيه وايه، وقولوا لي هي مستعده تضحي عشانك بكل حاجه يا مادي. الناس بيتصالحوا على السنه الجديده هي. انا اعتقد ان دي رساله رائعه
بس انا اعتقد ان فريق الاعداد والمخرجين بيشتغلوا حاجه الحب الحقيقي ما فرطوش فيه. مفيش مشكله. انت دخلت سي بي سي ازاي بقى؟ والله انا كان تقريبا ده كان يوم حد في شهر 4 2013 كان 11 ونص بالليل. كان عندي مقابله مع كنت قاعد يعني في ميتنج مع المصممين بتاع المطعم بتاعي. انت عملت مطعم؟ احنا انا فتحت مطعم بقالي 18 دلوقتي. فين؟ في سيتي ستارز اسمه شيفز ماركت. والله طب انت لا انت الاول اشتغلت مساعد. يا ريت والله يا ريت شجعك يا ريت والله. وسام انت اشتغلت مساعد واشتغلت شيف لوحدك وبعدين جات لك الفرصه بتاعت سي بي سي؟ بالظبط يعني بالظبط. هي جت كده جت بقى صدفه ولا جت صدفه بحته؟ جت صدفه بحته. ما ساعدتش شفت اعلان ولا اي حاجه؟ لا 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 خالص خالص. هنا اذا برضو مش كل واحد هيسيب كاريره هيجي له الصدفه دي. برضو هنا في شيء من الحظ. في ربنا بقى. في ربنا وفي قدر. وحكيت لهم انت قصتك في السي بي سي سفره؟ طبعا انت هنا عملت المشروم ملح فلفل قطعت بصل بيشوحوا بالظبط. بس حاجه بسيطه جدا. وبعدين نحط ايه شويه زعتر وعجبنا طبعا زي ما انتم شايفين. ده بقى بايده زي ما كلنا بنعمل. موضوع الجلوفز ده في المطعم هي مزعجه بس في مطعم مهم. يعني احنا في المطعم لو هو واقف على السخن يعني احنا بنسمي ده الخط السخن ما ينفعش يلبس جلوفز وهو واقف على السخن. طبعا هتسيح في ايده هيتعور. لكن لو هو بيعمل سلطه لا لازم يلبس الجلوفز طبعا. او بيمسك لحوم بيقطعها إيه كده مهم قوي. بالظبط. ها عايزين نشد عشان وقتنا. ما احنا بنشد دلوقتي. يلا شد. طيب انا دلوقتي بشوح دي. اوكي بشوح ريحته روعه طبعا. المشروم انا دايما بنسى الاسامي الحاجه يعني انا بفكرك. باخد بقى بسم الله ما شاء الله يعني البولنتا. ايوه ايوه كمل. باخد البولنتا دي بنزلها هنا في الطاسة على طول وتقعد تعمل كده. هحمرها بس هتاخد بس وش تمام. عشان تبقى زي الجبنه الحلوم يعني هتتشوي. بالظبط كده. بالظبط كده. بالظبط يعني حتى لو يعني لو حد عايز يبدا قوي عشان اوصل لها. انا جبت كتب وما كنتش فاهمه ايه البولنتا دي. لا لا سهل جدا. هعصر بس يا دوب شويه ليمون. اوكي ده الليمونه محترمه يعني احنا الليمون البلدي بتاعنا تبقى واحده بس خلاص. بلدي اوكي. بلدي اوكي. انا النطق بتاعي ساعات في بعض انت نطقك بايظ خالص. فاحنا نتكلم في احنا مش بالنطق بتاعك انت نطقك انجليزيه بحته يعني الاكسنت عندك مضروب فيها نار بس كله انجليزي. بس بقى شيف اعلامي دلوقتي لازم يعني يظبط. بحاول وهي دي نقطه ضعفي دلوقتي فانا بحاول اشتغل على الويكنس. طب حط بقى كله على بعضه عشان نلحق. احنا هنا مش ما هو خلاص احنا يلا ما عندناش وقت. دقيقتين مفيش. دقيقتين. طب دقيقه ونص. يلا اوكي. اوه الله ولونها بقى كمان مع التشيلي توميتو كده شوحت كده انفع خلاص كده جاهزه. يلا طبق. والبصل بقى انت نزلت كله كده في تزيين بس انا هعمله في الاخر يعني. طب ازاي البولينتا دي بقت مستطيله كده لفتها؟ هو لفها دي انا حطيتها في عندي فورم في فورم مستطيله. أيوة مدوره زي ما انا عايزه. زي ما انت عايزه. فيري نايس فكره. فيري نايس. ينفع ده يبقى افطار لو حطيت فيليه جنبه يبقى غدا زي ما انت قلت. غدا او عشاء. صدور صدر فراخ فراخ مثلا يبقى لطيف. لو فطار وحطيت له ساسج ولا حاجه يبقى على فطار برضو لطيف. انت هنا ايه بقى؟ حطيت بس الكريمه اللبني عشان بس يعمل صوص خفيف معايا. عشان كده يبقى حركات. انا عاجبني الطبق ده بس. لا بصي برضه العين إيه العين بتاكل قبل ده يتقال عليه ايطالي. ايطالي ها الطريقه بتاعتها. البولنتا ايطالي. دخلنا زعتر. الراجو ده فرنساوي. فرنساوي يعني الراجو. خلص السوتيه بالفرنسي بس بحب اتكلم في التاريخ. انا باخد لو فرنساوي السبيلنج بتاعها هيبقى ار اي جي او يو تي. انا لو فرنساوي من غير التي في حاجه ولا بس هي نفس المصطلح يعني. طب الحق اطلع ده ولا طلع هتقل؟ الاثنين هيبقوا واحد. يلا لا انت مبدع يا وسام والله بجد. لا طبعا انا عارفه ان ده بقاله كتير متحضر وده مزوقه بالجبنه ده الشكل وانت بتزوقه. خلينا بجبنه بارميجان. جبنه بارميجان بس يا دوب حاجتين كده وشكرا. اوكي انا عايز بس انضف الطبق. هم هيبقوا فاهمين ده في حرف بس. لا بصي ده طبعا ده الفينشنج بتاعه طبعا زي ما انتم شايفين. يعني الطبق مختلف وجديد. هو بينظف الطبق يعني وسام بينظف الطبق. دكتور وسام مسعود شرفتنا ونورتنا بجد. دكتور وسام كل سنه وانت طيب. شاكر جدا والله. وانتم بصحه وسلامه. هابي نيو يير. هابي نيو يير ومسيجي لو بتوفيق. وانت فعلا بخفه دمك وحبك للاكل هو ده اللي عامل الناس حباك جدا. توفيق ليكي. لا ثانك يو فيري ماتش. ميرسي يا مسعود. وبكره ان شاء الله استنونا وحلقه جديده. وستات مع فوشيبل.